شايفين المهرجان مرة خيالي، يا ما تتخيلوا قد ايش الاشياء بتجنن. زي ما انتم شايفين عندنا سفينة فضائية، طبعا هذا جزء من اللي حيجي من مكان اللي هو كوكب الاحلام. طبعا مع الفاضل الحلوين ورح نتابق معاهم ونشوفوا جدا رائعة. الحين راح اترككم مع مذيع مكتبة ياسر السقاف، راح ننبسط معاه، نسمع له اقوى تحية. اوكي العرض مرة حلو، والمهرجان كان جيد جدا. We'll be right back.